بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله النبي الأمين. أما بعد يا أحباب، مع استراتيجية الحوار والمناقشة لنفهم الدرس جيدا، إلى أين كان أيمن ذاهب؟ كان ذاهب إلى ملعب الحي. تمام، ماذا وجد في طريقه؟ وجد شجرة. وجد فرع شجرة. ما هي شجرة كاملة؟ فرع شجرة. طيب، ماذا فعل أيمن؟ فعل أيمن دف أنه حاول وحاول لكنه لم يستطيع. تمام، ماذا فعل بعدها؟ بعدها لقى صديقه. أي حاجة، ما هي مشكلة. صديقه ما اسم صديقه؟ سامر. ممتاز. ماذا فعل أيمن وسامر؟ يشيلون الحطب. الفرع. ممتاز. من ساعدهم؟ ومن ساعده؟ ساعده عامل النظافة. عامل النظافة. أين وضع عامل النظافة الفرع؟ في سلة القمامة. في عربة القمامة. يا ناصر تحتك تعام شيله. في عربة القمامة. الآن يا عمار، هذه الكلمة اقرأها. همزة وصل أم قطع؟ وصل. ممتاز. أنت يا عمار يا ياسر، ما هذه الكلمة؟ ما نوع المد بها؟ سعود، ما هي الكلمة؟ تنوين وهمزة، همزة قاطع. عبد الرحمن، أحمد، ما ينفع كده. طلع كتابك يا عبد الرحمن وركز. يا تركي، ما هي الكلمة؟ ما مضاد فرحة. ممتاز. مراد، البس الكمامة واقرأ هذه الكلمة. أيمن. همزة قاطعة أم وصل؟ ألف. أيوة، هذا الألف قاطعة أم وصل؟ قاطعة. البس الكمامة. رياض، يا رياض، ما هذه الكلمة؟ ميم. مد الساء. ما هي؟ اقرأها مرة واحدة. ميم. لا طول الممكن. ميم. لا تاني، اخطفها بسرعة. ميم. مد الألف يا رياض. قولها تاني. ما هو أنا الوقت عاوز أعرف الولد ده اسمه إيه؟ ما فهمت شيء. ما اسمه؟ اسمه سمير. لا، ما هو سمير. سمير. مد الساء يا رياض. سمير. بس كده. اسمه إيه بقى؟ سمير. قولوا إبراهيم بسرعة. سامير. تاني يا رياض. سامير. تمام. بس كده. اسمه ايه؟ سامر. تمام. ما صديق سامر؟ من صديق سامر؟ من صديق سامر؟ ايوه، انت الان وضعت يدك علي. يا ما امن. امن. يا نعسان، اسمه ايه؟ أيمن. ممتاز. الآن كلمة، هذه الكلمة يا أحمد، الطريق شمسية أم قمرية؟
الشمسية. لماذا؟ لأن هذا في شدة وما في سكون. في شدة وما في سكون، ممتاز. عبد الرحمن، الطريق مدي. ممتاز. سالم، الطريق همزة وصلة أم قاطعة؟ ممتاز. ما جمع كلمة الطريق؟ أطرقة. أطرقة. غلط. الطرق. 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 ماذا تفعل يا أيمن؟ ما نوع هذا الأسلوب؟ استفهام. استفهام. أداة الاستفهام هنا هي ماذا؟ هل تعرف أدوات الاستفهام؟ قلها. من يعرفها؟ قول يا عمار. ماذا، من، كيف، كم، ماذا، هل، أين، ما. مع بعض. ماذا، من، متى، هل، أين، ما. هنا أسلوب استفهام استفهم ثامر. ماذا تفعل يا أيمن؟ بيستفهم منه. أيمن رد عليه، قال له إيه؟ الفرع، أزيل الفرع عن الطريق. هل استطاع أيمن وثامر إزالة الفرع؟ نعم. ها؟ نعم. ما نسمع شيء. نعم. نعم، هل استطاع أيمن وثامر إزالة الفرع؟ إيه. طيب، هل استطاع أيمن وثامر إزالة الفرع؟ لا. من ساعدهم؟ ثامر. من ساعدهم؟ عامل النظافة. حتى صار بعيدا عن الطريق، ولكن الذي وضع الفرع في عربة القمامة هو عامل النظافة. هما الاثنين أبعداه عن الايه؟ الطريق. يا عبد الرحمن، ما ينفع كده. ما مضاد كلمة بعيدا؟ قريبا. طيب، ما مضاد فرحة؟ ها؟ مضاد فرحة؟ زعل. أو يعني نقول عليها إيه باللغة العربية؟ ما مضاد فرحة؟ حزنة. حزنة، ممتاز. كلمة صلى، صلى هذه. رياض، بماذا تلتهي صلى؟ بتسمع كلام سلطان يضحك عليه، انتظر. صح، ألف مكسورة. البس كمامتك يا مراد، البس الكمام. ناصر، اقرأ هذه الكلمة. لام شمسية أم قمرية أم أصلية؟ أصلية. أصلية، لا تحذف. لو حذفتها الكلمة تتغير. اللام الأصلية لا، ليست شمسية ولا قمرية، تمام؟ لكن هنا كلمة الطريق ممكن أشيل اللام، أشيل ال وتصبح طريق، تصبح طريق عادي، تمام؟ الفرع لو حذفت ال تصبح فرع، أما اللام الأصلية لا تستطيع أن تحذفها، الكلمة تتغير تماما، تمام؟ الآن اقرأ لي هذه الكلمة يا تركي. ما مضاد كلمة صديقه؟ ناصر، كمان مرة يا ناصر. عدو. خذ جائزة يا ناصر. كلمة صديقه مراد، مد ايه؟ صديقه مد ماذا؟ مد ياء. خذ جائزة يا مراد. عندنا جوائز. ما هذه الكلمة يا علي؟ ضم الهمزة. أزيل. ما معنى أزيل؟ يعني أشيل. تعال أبعد، يعني أبعد. طب دخل لي كلمة أزيل في جملة، أدخلها في جملة. أزيل السيارة. تمام، من أين؟ من مكان موقف السيارة. تعال خذ جائزة. عبد الرحمن، هل ما قلت لك، ما قلت لك خذ شيء؟ يلا.
خلصهم خلصوا بسرعة. طيب هنا يا أحمد لو قرأت لي هذه الكلمة ستأخذ جائزة. يلا يا أحمد. من الذي فرح؟ أيمن. لماذا؟ لأن جاء صديقه ثاني. خذ جائزة. اجلس يا مراد خلاص. تعال يا زيد. تعال يا زيد. اقرأ لي هذه الكلمة. ما نوع التنوين بها؟ وما نوع المد بها؟ ممتاز. اقرأ لي هذه الكلمة عبد الرحمن. ماذا؟ كم مد بها؟ مد واحد. ما هو؟ هو الألف. يعني هنا مد وهنا يبقوا كم مد؟ اثنين. صح؟ طيب ماذا هذا؟ بنقول عليها اسم إشارة ولا أداة استفهام؟ ممتاز. تعرف أدوات الاستفهام؟ قولهم لي وتأخذ جائزة. قول لي أدوات الاستفهام. ماذا؟ ماذا من؟ كيف ما؟ كيف كم؟ كيف كم؟ ماذا هل؟ أين ما؟ خذ جائزة. نكتفي بهذا القدر.